يبقى هذا الكذوب على الشعب كما داروا لنا فاس باركينغ، راه غادي نقصوا الثمن وراه غنديروا له 1000 واحد غنوظفوه، هذه 7 شهور ضيعنا هذا الوقت، البلديه تتخلص في لي باركينغ، الناس اللي تيتخلصوا من لي باركينغ راهم معروفين، ماشي هذوك المساكن اللي لابس داك جيلي جون ولا شي تخربيق ولا كحل ولا ابيض، هذاك تيخدم وتيدي لواحد اخر، هذاك تيمشي للحبس ولا اخر راه محمي.